من الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي من المباراة، والتسديدة وعودة من التسلل. لا، الهدف 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 الرابع. هايل والهاتريك، هايل البارع، هايل الحاضر، هايل المفتاح، هايل الحفار الذي يحفر قبر كفرسوم في ملعبه، هايل اليوم يحفر قبر كفرسوم بثلاثية كاملة. لا يتوانى، لا يرحم، لا يشفق، هائل على طريقة ليونيل ميسي. في كل الأماكن تجده يسجل، في كل الأماكن يشتم الكرة، في كل الأماكن. إلى أحمد هائل. عموما من الصعب الحكم على هذه الكرة بهذه الصورة وبهذه الزاوية. وزع الكرة، وصلت إلى هائل، رفعها بمهارة ميسي. لا، من هذه الكرة كمان لا يمكن الحكم، يجب على مخرج المباراة أن يعيد الكرة الأولى ومن هذه الزاوية كذلك لنتأكد إذا كان النواطير متسللا أم لا. عموما الحكم احتسب الهدف، والهدف الرابع. المشكوك في صحته هنا اللقطة المطلوبة. لا 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 لا، لم يكن متسللا. إذن الهدف سليم وصحيح، الهدف سليم وصحيح، لأنه تأخر مدافعي كفرسوم في هذه الكرة. مزيدا من الإعادة، هذه التسديدة قبل أن تنطلق من القدم، لكن يجب أن تكون الزاوية أكثر وضوح. لا لا لا، لا يوجد بتاتا تسلل، لا يوجد بتاتا تسلل من النواطير. النواطير وزع الكرة، وهايل لم